partito ragazzi, tutti insieme avanti, chi siamo noi? المرة اللي فاتت حكينا على الكابو وشنو هي دوره في وسط الموفمون وشفنا اكزامبل على كابو من الف كان ما تفرجتش اخت فرحك عم نطلع على خاطر اليوم باش تحكيوا على علاقة تزيل ترى ببعضهم وعلاقتهم بالحاكم والسيستم بصفة عامة في العالم وفي تونس بابا الغالي. نعرف اللي زيل ترى عندهم علاقة ببعضهم كيما تنجم تكون علاقة صديقة تكون علاقة عداوة زادة واللي هي أكثر حاجة موجودة في تونس خاصة وفي العالم بصفة عامة. خلينا نبدأ بأكثر زوز جروبات تعرفوا بالصحبة بتاعهم في العالم واللي هم أولترا كوموندور اللي تابع مارسيي وتيتو كوكاروني اللي تابع سامبدوريا واللي صحبتهم دامت أكثر من 30 سنة وما زالت للتو وبيناتنا حتى الغنوشي ما عملهمش 30 سنة مع النهر. وباز انتم تسألوا كيفاش ولا ما بيناتهم صحبة وملح وعشرة وماشي جاي عام 1987 والأولترا كوموندور مارسيي سمع تليفون أولترا في إيطاليا قوية برش أولترا قاعدة تخدم في خدمة مهبولة على الأخ ياخي لموا بعضهم أولترا كوموندور مارسيي وقالوش ما بيناتنا نحن والطليان مترو دو ولا الكات ولا هات أخويا ناخذ المترو ونقصدوا ربي ساعد ومشاو يتفرجوا في طرح بين سامبدوريا وروما في جنوة وشافوا غاديكا تيتو كوكوروني شافوا العجب شافوا فستيفال عمره ما راوه شافوا دربوات وجيونات وباراشوت وطلقات وفلام وماتريال التكسيب والليترال كل عندهم هما مشاولهم وقالولهم رانا بشغلية وخيال شما بينات ايطاليا وفرنسا رانا بلاد واحدة نتسميه ونحنا تاو وفوقنا اسماء واحدة خويا والواكو والرب يعلم والتيتو ما كانتش من العاكسين ولو يقعدوا مع بعضهم ويمشيوا ويجيوا ويسكروا مع بعضهم ووصلوا حتى عملوا باش مع بعض. المشاكل بابا الغالي جينا هاش المشاكل في الزلترا حاجة عادية على الأخ تصير في أكبر العائلات قادر تشد بعضها على حكاية فارغ وتوصل فكان باش وحلين الجروب وعرك ودمومات بايكينجز في بعض وذاك صار مع أولترا فوسا ديلولي اللي تابع ميلان وين تعاركت مع أولترا بايكينجز اللي تابع اليوفي شدت بعض أخويا بيناتها في الصاد وفي البرة تعمل لكي أخويا كالبايكينجز أخويا مهفات تلبدو لهم فهم مروحين من ديبلاسمون لعبوا لهم على الباش قالوا لهم برا وروح وقتها وين اعلنت فوسا ديلوني باش تحل روحها نهار 17 نوفمبر 2005 وفات فوسا ديلوني. المشاكل في الالترات نجم تكون زاد عركه منظمه بيان اورغانيزي يتفاهموا زوز جروبات 20 20 10 10 هما واش يتفاهموا هكاك ويتقابلوا في بطحه الجير في قنبطة في حومه السوق في اي بلاصه وتركع صاحب البنيه ما عادش تتفضل لا فما لا فلام لا حديد لا باراشوت كان الخنيفري هاتش عندك بابا الغالي واللي يخسر يتهز الباش نتاعو ويخرج من عقليه التراس وما فهمش شم كما تعرفوا ليزولترا اونتي سيستيم وعلاقتها بالحاكم يا انا يا انت في اي وقت شد بعضها ظالم ولا مظلوم الداخل ولا البرة مستاد هذاك علاش وين نلقاو التراسلتيك اللي هز مساجاتها ودربوات فلسطين وساندت القضية الفلسطينية أي ألترا في العالم تدافع على حقوقها ضد الظلم وضد الدكتاتورية في استاد والبرة مستاد الألترا في تونس جينا هاش الناس كل حكينا على الألترا في تونس وكومنتاريات وشدت بعضها هاني باش نحكي خويا على الألترا بتاع تونس تحب ولا تكره الألترا في تونس من أقوى الألترا في الأفريق ونزيدك زيادة الألترا دخلت الأفريق عن طريق تونس الألترا في تونس عملوا أقوى ديبلاسمون في الأفريق وامشي خجولي تو كاعدين وامشي خجولي الألترا ضرب ومشاكل وعرك وفكان وسرقة وهم عارفش نقول لك بابا الغالي الألترا شناية صحيح في تونس تصوير الألترا خايبة خاطر في استاداتنا عنا ضرب وعنا التكسير وعنا الفكان وعنا البركاجات وعنا تكسير الكراهب وتكسير الكرايم اما سبيتا سبيتا بير فافوري فافانكولي سينياري بير فافاري لا كونريتياني اما ما نخلطوش بين ليزولترا صحاح اللي عنا في تونس وبين العباد اللي مسمي على ليزولترا واللي تجي جيست باش تسرق وتنهب وتفك متاع الناس على خاطر ليزولترا حاضرين مع جمعيتهم وين ما تكون موجوده تلعب الداخل تلعب البرة كونتر جمعيه كبيره جمعيه صغيره راهم ديما بتلقاهم موجودين وعلى خاطر وقت اللي شال العباد دقيقه 70 80 جمعيتهم خاسره تبدا تروح ليزولترا يقعدوا موجودين يقعدوا بنفس النفس اللي دخلوا بيه الاستاد وعلى خاطر زاده وقت اللي تجبد تليفونك تتصور في الدخل ولا تصور في كراكاج ولا تصور في اي فيستيفال عملته ليزولترا اعرف اللي في معبات تعبت على خاطر الحكايه هذيك باش وصلتك دقيقه ولا دقيقتين ولا 10 دقائق اللي تفرجت فيهم انت وصورتهم بتليفونك هذاك علاش الناس كل لازمنا نقفوا مع بعضنا
ولازمنا نوريه الصورة صحيحة متاع الموفمون ويلترا في تونس. وانا لهنا باش نقول كلمة الحق على خاطر نحب الخير لجماعتي ولاد حومتي وبلادي. وعلى ذكر بلادي بالله يا دولة ويا حكومة، علي المهرجانات محلولة والسينما محلول واستادات مسكرة؟ شبي قمرت فيها كل ليلة ادس العباد تشطح واستادات مسكرة؟ يا اخي نحب نعرف انا الكورونا محصورة كيف استاد ما تخرجش من استاد، وكان في البوليو سود معناها النور كله مع جو باهي. سيبوا علينا يا ودي، خلينا نرجع نعيشوا غرامنا، خلينا نرجع نحبوا جمعياتنا وخلينا نشجعوا جمعياتنا. هذه اخر حلقه باش نحكي فيها على زولترا، اما قبل ما نكملها حبيت نرحم على الناس الكل اللي ماتت في خاطر جمعيتها في خاطر جروباتها. بالنسبه للعباد اللي قدش بك لابس كاقول يا اخي خايف، ليه؟ قول له براني مانيش خايف، ما باش نحيل كاقول قدام العباد الكل. نفضلك عليكم الاولاد راهو كاقول تبع الديكور. عام اليوم كما تركم سيزون تاع ريزولترا، المره الجايه باش نحكيو على البارا برابا. انا عجبتك اللغه، ترشق الفلام، فرقع الطنبور، نتقابلوا المره الجايه.